فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأغنياء يقتني كلبا في بيته لأجل الحراسة، فهل هذا جائز؟ الحراسة تكون للماشية، يخشى عليها السراق والذيب، وتكون للمزرعة إذا كان فيها منتوجات تحتاج إلى حراسة، أما البيت فلا يحتاج إلى حراسة الكلب، يحتاج إلى حراسة الكلب. البيت يغلق وعنده أهله، أو تجعل حارس من العمال، لا حاجة للكلب. نعم.